اليوم نحن نمثل دولة الإمارات العربية المتحدة بمساعداتنا لأهلنا وإخواننا في لبنان، وقيادتنا الرشيدة ما شاء الله مو بمقصرة، مكافية وموافية وزود ما شاء الله، نساعد إخواننا ونساعد أهلنا اللي في لبنان، واليوم ندعمهم دعم لا محدود، هذا كله بفضل قيادتنا الرشيدة وحكمتهم. واليوم نحن عيال زايد ونحن نمثل دولتنا، ابدا ابدا ما لنا نوقف لو لحظه واحده في المساعده هذه. هذه المساعده الانسانيه تخدم اخواننا في لبنان، ونحن متعودين على خدمه الخدمه الانسانيه هذه ومن عوايد بلادنا، والحمد لله ان نحن اليوم نمثل دولتنا بافضل صوره، وان شاء الله نحن معاهم مع اخواننا في لبنان وداعمين لهم في السراء والضراء، والله يحفظهم، وان شاء الله لبنان راجعه، وهل لبنان ان شاء الله راجعين بخير وقوه، وهذا كله بفضل الله، بفضل قيادتنا الرشيده، الله يحفظهم ويحفظ شيوخنا ان شاء الله.